كم السلام بكم البرتقال هذا 30 ورق تضربه طيب حرام نعمه يا اخي لا تضربه اي ما شاء الله زين لا كويس كويس بضاعتنا نظيف بضاعتكم نظيفه الحين نكشف بضاعتكم اذا هي نظيفه ولا سلامات وش ذا حاط اللي تحت خربان واللي فوق زين ولا ما تتكلم انت هي واحده الخربان بس خلاص خذ لك هذا 30 وراك خفت ما خفت هي واحده بس الخربان الورقيات وينها هذا بقدونس ولا كزبره هذا رجله هذا جديد علي بالتشكيله ما اعرفه عندك موز موجود خلاص عطني كيلوين من ذا هذا ما ينفع خذ لك من ذا المستوي افضل لا يا شيخ تبي تلعب علي تعطيني من المنقط ذا يوم يومين ويخرب ابي هذا الاخضر يقعد اسبوع وعطني كرتون تفاح ابشر يلا تحرك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا ميري يا ميري تعالي شيل الأغراض الكثيرة اللي جبتها موز وبرتقال وتفاح كلها جايبها لحسابي ما شاء الله ابعدي يا ولدي الله لا يستر خير العدو أفا طب ليه أنا رايح العتيقة قبل الصبح وجايب كل الخيرات برتقال وموز وتفاح وعنب وكل شيء طيب اللي جبت هذا وين وديه والله ما دريت انك رحت عتيدزة طب انا وش اسوي حبيت اسوي مفاجأة الله اكبر ترى كله تفاحة برتقال كم جبت البرتقال 30 ريال لا من عليك انا جايبه ب25 يمكن خربان اللي اخذته واقول لكم سفل فيني ابوي قدام امي ماش ما في فايدة تصدقون حتى شكرا ما قالها لي والله حلو البرتقال يجب الصبح وش يقول برتقان اسمه برتقان يا غبي ايه لا تقول معلومات غلط برتقان اللي مع كراش في السوني وش تسمونه بغليل يا شكوش نسميه اورنج سلامات انتم ما تحسون انا الحين قاعد افضفض لكم وانتم فاتحين سالفة على البرتقال ايه خلاص يا ابن الحلال تراك اشغلتها بسالفة ابوك خلاص يمكن هو طبعه كذا يمكن ما يتغير شف انا عمي وعارفه ما يبين بعينه الا الشيء الجزل أما قوت إنك تعبي دبة غاز تجيب له خضرة تصب له شاهي ما زي معه شيء مالك إلا تزيله شيء يا من العين